للتذكير بالفرق القوية التي شاركت في البطولة دام الآسيوية. البداية نعم، الفرق القوية ما شاء الله ما قصرت فرق معاها الفرق الفرق الأبطال القوية التي شاركت في البطولة الآسيوية التي حققها الهلال 1991 للتذكير فيها المحمديان البنغلاديشي والتلال اليمني وبليتا جايد أندونوسي وبورت أوثرايتي التايلندي وشركة تطوير الطاقة والماء فريق شركة الباكستاني جيلانغ انترناشونال السنغافوري وسبورتنج دي مكاو من مكاو والأنصار اللبناني ونيورادانت رايدانت من جزر المالديف. طبعا هذا الفريق بالتحديد الأخير كان عمره 10 سنوات عندما شارك في البطولة، لأنه تأسس 1979 وللدقة كان عمره 11 سنة عندما شارك في البطولة. هذه الأندية كلها ترفيه؟ هذه الفرق اللي شاركت في البطولة. كم تبغى البقية؟ لا 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 أنا لا لا في لا انت الان المقاطعه هذه لن تغير المعلومه لا لا والله ما مغير اذا اردت موجوده القائمه كامله لا لا اعطينا الاسماء كلها اذا ذكرتها لانه اذكر المباراه النهائيه كان ضد الاستقلال لو لو ترك ما ذكرت لا لا لو تركنا كمل انا قلت لك انا ذكرت الان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 فرق من القويه التي شاركت. كل هذه الفرق استبعدت دولها من بطولة الدوري أبطال آسيا بعد أن أصبح للمحترفين، لأنها أندية لا يعني لا يمكن أن تستقر على الأندية الآسيوية، منها فريق الشركة. مو لأنها أندية، لأن دولها ما تعمل بنظام الاحتراف. ولأن فرقها حتى على مستوى كأس الاتحاد البطولة استحدثت في 2003 يعتبر بطولة ضعيفة، حتى أن أغلب الآسيويين لا يشاركون يعني لا يتابعونها، بل أن الدوري الكويتي يعني الدوري الكويتي ما الأندية فيه ترفض المشاركة في هذه البطولة لضعفها، رغم أن الكويت لا يطبقون الاحتراف. أكمل المعلومة. طبعا الاستقلال الايراني اللي تحدث عنه الكابتن بندر تاهل للمرحله الثانيه دون ان يلعب مباراه، يعني مباشره المرحله الاولى تجاوزها هبه من الاتحاد الاسيوي في ذلك الوقت. بورث اورثرايتي التايلندي، وهذا طبعا غرب القاره شرق القاره، اورثرايتي بورث اورثرايتي التايلندي و25 ابريل الكوري الشمالي، هذا اضيف للانديه طبعا، تاهل للمرحله الثانيه ايضا بدون لعب مباراه، يعني كانت البطوله تجاوز ما تريد. المرحله الثانيه الهلال السعودي والريان القطري والشباب الاماراتي أتتهم منحة من الاتحاد الآسيوي فتجاوز هذه المرحلة بدون أن يلعبوا أي مباراة. في شرق القارة أيضا بورث أوثرايت التايلندي و25 أبريل الكوري الشمالي للمرة الثانية تجاوزون ثاني مرحلة دون أن يشاركوا في أي مباراة، يعني يشاركون في البطولة ضيوف شرف. من طرائف هذه البطولة كما سلف تجاوزون ثاني مرحلة دون أن يشاركوا في أي مباراة، يعني يشاركون في البطولة ضيوف شرف. من طرائف هذه البطولة كما سلف أن هذين الناديين التايلندي والكوري تجاوزوا مرحلتين دون لعب اي مباراه، يعني تجاوز مرحله التصفيات الاوليه ثم التصفيات الثانيه وهم ضيوف شرف لا يلعبون. هكذا كانت دار البطوله الاسيويه. يوميرو الياباني انضم للبطوله، يعني تكرم الياباني وانضم في البطوله الثانيه بالمرحله الثانيه وفاز في مباراه التصفيات التي خاضها ثم قرر انسحاب وانسحب من البطوله. هكذا كانت البطوله الاسيويه القويه. كذلك انسحب الفريق السنغافوري. طبعا فرق سنغافوره اتوقع الان لو لعب معها فريق في الدرجة الثانية لدينا تجاوزها بالخمسة والستة. نصل إلى المرحلة المهمة التي مرحلة التجمع التي بعد هذا المخاض الآسيوي، يعني لا نقول الهزيل ولكن سأصف بالهزيل، سأكون يعني صادق وأصف بالهزيل، الجميع يؤيدني على هذا الكلام، فرق تأتي وتنسحب وفرق تتجاوز مرحلة دون لعب. نصل للمرحلة التي صورها الكابتن سعد كأنها أقوى من ما لعبها أو ما البطولة اللي انتهت قبل أيام. هذه المرحلة شارك فيها الهلال بمجموعة فيها ثلاث فرق فقط، لعب الهلال مباراتين فقط وتأهل للدور الثاني. الغريب أو الطريف في هذه المجموعة أن الاستقلال الإيراني تأهل للدور الثاني برفقة الهلال ويحمل نقطة واحدة فقط ودون تحقيق أي فوز، فقط تعادل مع الفريق الثالث الذي أيضا حقق نقطة وتأهل الإيراني بفارق الأهداف. في الدور الثاني لعب الهلال المباراة الثالثة له بعد التجمع بطرق المقص مع نادي الشباب الإماراتي، ومباراة واحدة من يتحدث عن الخروج مغلوب مع الشباب الإماراتي وتجاوز الهلال ووصل للمباراة النهائية ضد الاستقلال. إذن الهلال لعب فقط مباراتين في المجموعة ثم لعب في المقص كما أسلفت وأكدت في ذلك الوقت، ثم لعب النهائي أمام الاستقلال وحسم بضربات الترجيح. في أربع مباريات فقط في هذا التجمع كما أسلفت سابقا وأكدت أنها مباريات لم تتجاوز الأربع مباريات، الهلال حقق البطولة بعد أربع مباريات بعد أن تجاوز المرحلة الثانية دون أن يشارك فيها. وفي المرحلة الأولى ذكرت لكم أسماء الفرق المشاركة التي أعتقد أن الآن لا يمكن حتى أن تشارك في كأس الاتحاد الآسيوي وبدأ ناهيك عن دوري أبطال أوروبا. هذه البطولة التي يتحدث عنها الأخوة الهلالية أنها باكورة الإنجازات الهلال في آسيا، وأن عندما حققها الهلال كانت آسيا لا يشارك فيها إلا الأبطال، هذا النص أو هذا اللفظ ذكره الكابتن سعد. الآن ذكرت أسماء الفرق القوية التي شاركت في البطولة بمنتخباتها بأنديتها بتاريخ تأسيسها وكيف بعضها أن تجاوز